الأستاذة زينب الأمين نائب رئيس مايكروسوفت العربية للتحول الرقمي، نعيش الآن اليوم الأول لهذه التظاهرة التقنية. مايكروسوفت تشارك هذه المرة لأول مرة في الرياض. كلميني عن نوعية المشاركة، أهمية المشاركة بالنسبة لكم أستاذة زينب. حياك الله أخوي خالد والأخوة المشاهدين. طبعا مشاركتنا اليوم في أكبر حدث تقني في السعودية جدا مهمة بالنسبة لنا، جزء من شراكتنا مع المملكة وجزء من دعمنا للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وحرصنا عليه. مايكروسوفت يعني من أولى الشركات العالمية اللي تواجدت في السعودية، لنا تواجد من 25 سنة. اليوم في تواجدنا حرصنا على أن نركز على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول اللي هو الاستدامة، وهذا هم مقلق للعالم كله وجزء من استراتيجية مايكروسوفت دعم التحول للأعمال، تكون الأعمال فيها استدامة، كما حرصت على أنه يكون فيها التزام من مايكروسوفت بأنها تكون كاربون نيجاتيف بلا بواتر بوزيتيف أو إيجابي وبلا ويست أو نفايات، وتدعم البيئة الحيوية والبيئة يعني تحد من التغير المناخي عبر التقنيات المتحدثة والذكاء الاصطناعي. وحبينا أنه نساعد المستفيدين بأنه ننقل هذه الخبرات لهم. فالاستدامة هي المحور الأول. المحور الثاني طبعا في مجال الاستدامة، احنا نستعرض اليوم هذا من أهم الأشياء اللي المملكة العربية السعودية حرصت عليه، وفي حراك كبير من ناحية الاستدامة واستراتيجيات أطلقت كثيرة، السعودية الخضراء، مبادرات كبيرة زي نيوم وهو أكبر تجمع حضاري معتمد على 100% رينيوبل انرجي، طاقة متجددة، وغيرها من الأمثلة الكثير. نستعرض اليوم ماوس حق في مايكروسوفت، جدا احنا فخورين فيه لانه تم صناعته مع شريك سعودي، شركه سابك، عن طريق اعاده تدوير البلاستيك اللي موجود في مياه المحيطات، يعني في هذا شيء يشعرنا بالفخر بالشراكه مع السعوديه. المحور الثاني اللي هو محور تمكين اصحاب الاعاقه واصحاب الهمم من الوصول الى التقنيه عبر التقنيات المختلفه، وهذا برضه من الاشياء اللي نركز عليها عبر تقنياتنا اللي احنا قاعدين نستعرضها والحلول اللي موجوده عندنا. المحور الثالث اللي هي السكيورتي والامن السبراني، عبر تقديم حلول غاية التقدم من ناحية الحفاظ على الأمن السبراني. طبعا اللي يربط هذه الأشياء كلها هو تأهيل القدرات الرقمية وتأهيل الموارد البشرية، واحنا لذلك نحرص كثير على سكيلينج أو التدريب. من آخر البرامج اللي أطلقناها هي شراكتنا مع مسك في لتدريب ومحاكاة العمل الافتراضي للادمن لاجر ادمن او مشرف السحابة الالكتروني، بحيث انه يحاكي تجربة العمل الافتراضي. بعد ما يخلص من هالتجربة ممكن انه يلتحق باي شركة تستخدم تقنيات مايكروسوفت. وميزة هالتجربة انها باللغة العربية ولوكالايز للثقافة السعودية. شكرا أستاذة زينب الأمين، الله يعطيك العافية. الله يسلمك ويعافيك، سعيدة بالتواجد معاكم. شكرا.